لو الحكاية فيها إن فيتو. احنا بالكفراوي احساسك ايه النهاردة؟ احساسي فرحانة ببلدي، فرحانة ان احنا الحمد لله الغمة شالت وبدأت الناس هتفوق والجيش الحمد لله، فاحساسك زي احساسك بالظبط. قولي لي انت احساس حضرتك ايه؟ فرحانة طبعا. خلينا فرحانين. طب احساس لحظة التكريم بيختلف؟ لا اصل في حاجة، مش ده اول تكريم يعني، هم كرمونا قبل كده، وبعدين لما احنا اشتركنا ما كانش في راسنا لحد يكرمنا، احنا كنا بنعمل عشان البلد لان بنحب البلد. كل الناس النهارده وانا بسجل معاهم وجهوا رساله للفريق عبد الفتاح السيسي، توجهي له ايه؟ انا اقول له ربنا يعينك على اللي انت فيه، وربنا يديك القوه ويديك البصيره الطيبه اللي تنور لك بصيرتك ورجلك تبقى ماشيه في الصح. بس بقول له انا بحبك. ورساله لشبابنا؟ شبابنا نقول تعقلهم وشغلوا عقلكم قبل لسانكم، حاولوا الكلمة اللي تنطقوها قبل ما تنطقوها شوفوها رايحة فين، ومهما كان البلد هي الأولى، مهما كان مفيش حد هياكل عياله، والجيش مش هياكل بلده، ده الجيش هو الصد المانع، هو والبوليس، ده اللي أقدر أقوله لهم. ألف مبروك. الله يخليك، ربنا يكرمك وشكرا.